السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولله الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والله الواحد اللي لما ينتهي من رمضان مبارك، الله سبحانه وتعالى رمضان كان رمضان بركة سنة هنا وقلقوا حنجعل والله ما دام أيتي ما تعاوه بين في كواد رمضان حنجعل والله الإن أن هل أرن أن يكون درس أرن تاسمه أرن قيمة بدل نسيت إيجابية هدئة السمش أما أد دائما تبنى إن شاء الله تعالى وحاول مريه إذا بعد إن شاء الله تعالى قولن دوتا أنا تزم حياته ولا اللي بيشان بركة سنة أبتي وبالدعاء وبالبركة سنة أحاديث بدن بعد جرتوا أنا قلنا أنا كدرك سنة إن قفك الصائم كأوليه دعو لو ماركتي إيه ماركتي لو أجيبه أما دعائي إيتها مستجابة لكن بدنا مش ويديسي إن دعوين أو ما معنى مش ويديسي رمضان والبابان صامرة ما دعيستها وما كفى إلي ستة فرصة داس مركا أنت ما أقول شيء غير وحا سمي سمانتا قلم يبوك سوق هذا كده وحا قرتها وحيابا أجر عيش هاي إن لها أجيبه أنا لم بنا بنا وحيابا بنا ربنا أن جعل هاي إن تسقر مركا مال مركا يكون قرتي أما مبالكا ما أرتي مال وقر كذب هبين والبا مركي أفرت إنت ذا أفرين دعيسه دعيس أقصه هنقط هالأرين هنقط لبا أرين هنقط التوان أريمون لكن صد كمال موت ورمضان واحد سكود إذا إن شاء الله تعالى إن الدعاء فتت وحنكوب لنقاذ بإذن الله دعوين كاس إن لقوا أجيب دونه هدائي دائي أنت إن شاء الله تعالى الله جل جلاله القرآن وحويري ودعوني أستجب لكم إبري أنا أن إذن أجيبه ومدك هو لابو هديه نوانسكت جابنا لعل إن اللي يقبله مي وحد قشع ذكو يقيسان بقولك وبقول لقوا دبي نافع أما لقوا أجيبه غفوصا ونوش خير ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الهي بريء انكم ايقين سن ان دعائنا لي اجيبه تسلم ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم.